Aslema, je suis de retour. Alors, on se retrouve Lima dans un nouveau vlog. On est le lundi 12 novembre. Tawa ma di saatin redarji, hazart rouhi lbest tahwiji w makashet w bach nmchi nitqabel ana w lbnat bach nmchiou nfutrou fi tmakhmikha nta Lotfi Labdelli. Awal mara lhaqiqa bach nmchi lo lghisto hadaya, nmchi nstakchfou ki lada w nji narja lkom nahki lkom alih w nqolkom zada ala swam w taw nwarikom chwaya chwaya lajwa ghadika. Donc kan tahbou tarfou البلاصة وتحبوا تستكشفوا كيفي أنا اقعدوا معايا أتو تالا. ما ظهرتش في المسلسل نتاع خطاب على الباب.
هذه ما ضرورة الجملة في الخطاب على الباب فلاش ولا تجرب ماري فلاش ماري فلاش الوغ نحن في بلاصة ما ظهرتش برشا في الخطاب على الباب بلاصة بالحق أول مرة أنا نشوفها دونك فوالا ديكوراسيون شوشو تعمل في باز هذه بيت اخرى ما ظهرتش في المسلسل على طب شو ورينا بارتي اخرى باش نطلعوا فيها من فوق هاي ياسر مزيانه البلاصه على الاخر فوالا كذا سباس دو تياتر باش اربع كراسي تحبوا انتم مثلا صحاب سافر 30 بيرسون اكزومبل تكريو مش تكريو معنا تحبوا تعملوا هكا تفدكم مع بعضكم اللي باش يحكي اللي باش يحكي نكته يطلع للتياتر بارفي دونك هذه باش يولي اسباس تياتر في تياتر فوالا تنرجعوا لها توت فاسون فوالا هذه عمر مرحبا عايشك هذه بارتي اخرى فاطمة وسيد أحمد وشد لي التمار المقصورة بلوتو متاحة ماذا وذا من هنا نحن خارجين هلا رجعت توا برسك 8 غير با الحقيقة مشينا كما قلت لكم للسراجين وكل شيء كانت بلاصة بالحق محلاها والغيستو باهية وكذا صورتهولكم الماكلة بنينة الحقيقة ماهيش غالية برشا معناها صحن كفتيجي ظهرلي 3500 أنا خذيت صحن ميكس ظهرلي 10000 بغيف الماكلة بنينة بون حاجة واحدة ما عجبتنيش انهم لي سيرفور معناها متملحين شوية يعني ما يهمهمش فيك ما يتفقدوكش لما انت معناها تقولهم مثلا ماي ولا خبز ولا فازة حاسيلو بغيف سينو الماكلة بنينة البلاصة محلاها البنينة على الاخر البلاصة محلاها دايوغ صورتهالكم مالغوزمون ما لقيناش لطفي العبدلي الماكلة بنينة 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 على الاخر الكافتيجي بنين على الاخر المقرونة زادة بنينة والعجة زادة اسكالوب البنات خذوها بنينة على الاخر بعديك حسيلو هزينا رواحنا ومشينا لقهوة السوق قهوة الخطاب على الباب وغاديك عرضنا عمر دونك عمر سي تو باس بار لا نحب نقول لك ميرسي بوكو خاطر حطنا في السقيفة جوست اللي بجنب السقيفة جوست حطنا معناها في السقيفة اللي بجنب سقيفة سلومة على خاطر السقيفة متاع سلومة كانت معبية برشا بعديك عمل بينا دورة كما شفتوا في قهوة السوق قهوة الخطاب على الباب ورانا برشا بلايص ما ظهروش في المسلسل سخطوا البلاصة اللولانية هذيك بلاصة عاملها جوست للكليونات معناها كلي يجيو يعني من برا وكل شيء يحبوا يستكشفوا البلاصة الفوق زادة محلاها 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 على الاخر وهكا دايو حكينا قالنا فما اسباس وريتولكم باش يولي اسباس تياتر فرح بينا يعطيه الصحة وصلنا وميرسي بوكو معناها عمر دونك قهوة السوق كان مشيتولها قولولي وكان تعرفوها قولولي انا اول مرة نمشي لها فرحت على الاخر نمشي لها وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باش نعاود نرجع لها انا والبنات
هذا هو كان الفلوغ متاع اليوم. جاسبر كو الفلوغ عجبكم, جاسبر كو هكا تصاور بهين ماهمش خايبين. سامحوني اما الدنيا ظلام شويه وقت اللي احنا وصلنا هذاك, علاش تصاور تحسوهم غامقين شويه. كان تحبوا سو جونغ دو فيديو قولوا لي لوطا في لي كومونتير. سينو ما تنساوش تابوني كالعاده على الفيسبوك وعلى الانستغرام, وما تنساوش كان عجبكم الفيديو حطوا لي دي بوس اون لير. انا طعم عليك اش خليكم, نقول لكم باي باي لي فيا بيانتو بوسه.